مساء الخير للجميع، والله يعطيكم الصحة والعافية ومشكورين على حضوركم من أسر وأساتذة. نبدأ معاكم يوم جديد، محاضرة جديدة من محاضرات قسم الدعم الأسري. اليوم موضوع جدا مهم أسرنا الكرام، وجدا وكلنا نعاني منه، ومحاضرة جدا مهمة ونتمنى الاستفادة للجميع إن شاء الله. معانا اليوم الأستاذ الفاضل والأستاذ يحيى زهران، ماجستير في التربية الخاصة، خبرة في مجال التعليم الإعاقات البسيطة والمتوسطة، مرشد تربوي حاليا بقسم التوحد. موضوعنا جدا مهم، يتكلم عن الفوضى وعدم الالتزام بالنظام، وهذه جدا الأسر كلها تعاني منه، وإحنا بعد نعاني منه، يعني كأسر ذوي الإعاقة وأسر أشخاص عاديين. فالمحاور اليوم اللي راح يطرحها لنا الأستاذ الفاضل أستاذ يحيى زهران هي مقدمة في تحليل السلوك، استراتيجيات التدخل الفعالة، العقاب ماله وما عليه. نتمنى أستاذنا الكرام أن نستفيد كلنا من المحاضرة، نأكد عليكم المايكات على الصامت، وإن شاء الله راح نفتح باب الحوار والمناقشة وأسئلتكم والتداخل إن شاء الله بعد ما ينهي أستاذنا الفاضل أستاذ يحيى. تفضل أستاذ الفاضل. الله يعطيك العافية أستاذ جمال، بارك الله فيك، مشكورين قسم دعم الأسرة على الدعوة، وإن شاء الله تكون هالساعة أو الأقل من ساعة تكون مفيدة بالنسبة للأسر. بهمنا نقدم إشي يعني عملي يستفيدوا منه فعلا خلال حياتهم اليومية، بعيدا عن التنظير وبعيدا عن الكلام اللي ممكن يكون مش قابل للتطبيق، أو يعني النظرية مهمة، لكن أنا بهمني أنه أقدم اليوم شيء عملي يفيد الأسر فعلا خلال حياتهم مع أطفالهم. عنواننا زي ما حكى أستاذ جمال هو الفوضى وعدم الالتزام بالنظام. طبعا العنوان واسع، كل شيء في حياتنا هو محكوم بالنظام، يعني سواء لما نصحى الصبح نروح على شغلنا، إحنا يعني بالغين نروح على شغلنا، سيارتنا مثلا خلصت بنزينها لازم يكون منظمين انه نتابع شؤون حياتنا شؤون اطفالنا. فكلمة النظام هو مفهوم واسع، احنا حياتنا اليومية محكومة بالنظام. هلا بالنسبة لاطفالنا ذوي التحديات او اللي عندهم يعني احتياجات خاصة، موضوع النظام كمان مهم وبيشمل الكثير من نواحي حياتهم. فكل شيء بين ايدينا خلال حياتنا اليومية هو محكوم بالنظام. عدم الالتزام بالنظام بترتب عليه يعني انه حياتنا ما تصير بالشكل المطلوب. طبعا انا راح ابدا بمقدمة، انا مقدمة راح تكون شوي طويلة لكن انا شايفها مهمة، يعني راح نحاول نعمل مقدمة عن السلوك بشكل عام، عن المشكلات السلوكية بشكل عام، عن التدخل، عن كيف إمتى السلوك يعتبر مشكلة ولازم نتدخل فيها. هاي المقدمة ولو كانت طويلة بس أنا أصريت، يعني حسيت أنها رح تكون مهمة لكم كأسر، وإن شاء الله أنها تكون فعلا مفيدة. هلأ إمتى بكون السلوك مشكلة؟ يعني إمتى بقول أن هذا السلوك اللي بيصدر من طفلي هو سلوك يعتبر بين قوسين مشكلة؟ لأنه إحنا كل إشي بنأديه كبشر في خلال يومنا هو سلوك، يعني قولنا سلوك، كلامنا سلوك، حركتنا سلوك. امتى بنعتبر السلوك هذا مشكل بيحتاج التدخل؟ طبعا الادبيات في تعديل السلوك او في السلوك بتحكي عن سؤال نطرحه على انفسنا لما نشوف سلوك معين بيصدر من اطفالنا. بالانجليزي هو the so what test، يعني نعمل اختبار هو so what، يعني ايش يعني؟ يعني إيش بترتب على هذا السلوك؟ هل هذا السلوك إذا حدث الآن بترتب عليه إشي؟ مخاطر، عدم انسجام في مكان التعلم مثلاً، عدم قدرته على إنه يعمل علاقات اجتماعية. فذا سوت تيست بيخلينا ندرك إنه هذا السلوك هل بيحتاج تدخل منا أو لا. هل إذا استمر هذا السلوك، يعني الآن ممكن السلوك ما بيسبب مشكلة، لكن لو استمر هذا السلوك هل ممكن يسبب مشكلة؟ هل ممكن يؤدي لضرر؟ برضو بنسأل حالنا هل بيستحق السلوك المجهود اللي بده يتم؟ هل أنا بحتاج لاستشارة أروح على أخصائي نفسي أو على محلل سلوك وأعمل استشارة؟ هل هذا السلوك بيتطلب؟ هاي الأسئلة ممكن نفكر فيها، يعني قبل ما
نبدأ نعتبر أنه هذا السلوك اللي بيحصل هو سلوك بحتاج لتدخل، لازم كويس أنه نسأل حالنا so what، إيش يعني، إيش راح يترتب على استمرارية السلوك، أو ماذا يمثل السلوك كحاجز أو كمعيق للطفل من أنه يعيش حياته بشكل طبيعي. فكويس كأسر أنتوا أنه تحطوا في بالكم دائما أنه نسأل حالنا so what، لأنه في سلوكيات أحيانا سلوكيات بتكون ضمن الطبيعي يعني، لكن في ممكن نتحسس تجاهها أو نحسها إنها مشكلة كبيرة. فكويس إنك تسأل نفسك so what قبل ما تحكم على السلوك، هل هو سلوك محتاج تدخل أو لا، هل هو سلوك مشكل أو سلوك عادي. طبعا هاي السلوكيات هون في لستة طويلة رح نمر عليها بشكل سريع. إمتى يعتبر السلوك؟ يعني أنا بسأل نفسي so what، إيش يعني بترتب على سلوك محمد؟ وهاي الأسئلة اللي بسألها، يعني بسألها لنفسي قبل ما أحدد هل السلوك بتطلب تدخل أو لا. هل السلوك إجرامي أو غير قانوني؟ هل يهدد السلوك حياة الشخص؟ هل محمد مثلا بيطلع من البيت يركض في الشارع، ممكن لا سمح الله سيارة مثلا إنه يكون بين السيارات في الخطر؟ هل بشكل سلوك على صحته؟ هل عنده ممارسة معينة بتأثر على صحته؟ هل هذا السلوك بيؤدي لتخريب الأماكن أو الأدوات في البيت، في المنزل، في مكان التعلم، في الشارع؟ هل من المحتمل أنه هذا السلوك إذا سكتنا عنه الآن أنه يصير شديد؟ يعني ممكن في سلوك أنه حالياً هو بسيط بس بيزداد بشكل تدريجي. هذا السلوك هل طبعاً بيتطلب أنه إحنا نتدخل على أساس أنه نعالج السلوك هذا بدري قبل ما يتطور أو يتفاقم؟ في سؤال آخر، هل يشكل هاجساً ملحاً للأسرة؟ هل الأسرة بتعتبر أنه هذا السلوك يعني جداً معنيين أنه يحسنوا هذا السلوك أو يعدلوه؟ مثلاً الطفل مثلاً كبر صار ما شاء الله شاب، لكن بيدخل مثلاً أمه جالسة مع الستات في البيت، بيدخل بيقعد بينهم مثلاً، هل هذا بسبب لها إحراج؟ هل محمد كبر لازم يدرك أنه انه خلص كبر، مثلا ما راح يكون بين الجنس الاخر بالشكل اللي كان قبل لما كان صغير؟ كل هاي اسئله ممكن نسال. هل بشكل عائق يحول دون انخراط الشخص في مجتمعه؟ احيانا مثلا حتى على مستوى النظافه الشخصيه، مثلا انه الولد ما بيقدر انه او يعني عنده مثلا قصور في انه يحافظ على المظهر العام او الشكل العام او النظافه الشخصيه، ممكن تاثر على علاقته مع أقرانه مثلاً أو علاقته الاجتماعية، فهذا سلوك مفروض أنه يعني بيتطلب أنه نتدخل فيه. النقطة الأخيرة، هل السلوك بيأثر بشكل سلبي على تعلم الطفل، على أدائه، على تعلمه مهارات جديدة؟ هل محمد مثلاً طول الوقت ما بده يقعد بالكرسي، بده يضل ماشي يدور مثلاً في الصف على افتراض، أو مثلاً بحاول يتهرب من المدرسة، ما بده يركب في الباص، ما بده يروح على المركز؟ هذا كل هاي السلوكيات ممكن تكون تأثر. هاي الأسئلة ممكن نسألها أنفسنا قبل ما نحدد إنه هذا السلوك هل هو مشكل بيتطلب تدخل أو سلوك عادي ممكن تجاهله. طبعاً هون في سؤال سريع مثلاً، إذا يعني كتفاعل، لكن إحنا خلي الأسئلة للنهاية زي ما حدد يعني الأستاذ جمال. لكن مثلاً أم بتطلب من الأخصائي إنه يعمل لها تدخل لأنه الولد لما ينبسط بيرفرف بإيديه مثلاً، بيفتح تمه باتساع وبيرفرف بإيديه، هل هاي مشكلة بتتطلب التدخل؟ طبعاً مجرد إنه هو لما يكون مبسوط بيعمل حركة معينة، حركة ممكن بين قوسين تكون مزعجة للأم، لكن هي حركة طبيعية، ممكن التدخل لا تعديل هاي يسبب لنا مشاكل أخرى. فسلوك زي ما حكينا في الليستة في السلايد السابق، إذا أثر على حياة الطفل بشكل فعلا يعني ممكن إنه يأثر على قيامه بوظائف الحياة اليومية نتدخل، لكن سلوك زي هيك على الأغلب إنه ما رح نتدخل فيه. هون مثلا سلوك آخر، مثلا علي بعض إيده لما المعلم يمنعه إنه يأخذ عصير زميله في الصف، بيعض ايده، اليوم عض ايده وبكره وبعده، وبعدين صارت تتكون بقعه بنيه من اثر لونها بني من اثر العض على ايد علي.
فهل بيتطلب تدخل؟ طبعا بيتطلب تدخل، لانه هاي راح تسبب بقعة على ايده، ممكن ينتقل السلوك من الصف للبيت لمكان اخر، ممكن انه يعني شكلا وكصحة ممكن يأثر عليه، فهذا السلوك على الاغلب انه بيحتاج تدخل. هلا انا حاب بالمقدمة الطويلة هاي اللي معلش تتحملوني فيها افرق ما بين مفهومين احنا بنستخدمهم في حياتنا، يعني نسمع عنهم لما يكون في سلوك مشكل، نسمع مصطلح تعديل سلوك، وبنسمع الآن مش حديثا يعني صار له فترة يعني عشرات السنين، لكن كثير انتشر في الآونة الأخيرة، يعني عندنا في بلاد العرب كثير صرنا نسمع عن الـ ABA وعن تحليل السلوك التطبيقي. فإيش الفرق ما بين تعديل السلوك وتحليل السلوك؟ تعديل السلوك وتحليل السلوك هما مصطلحين يعني متقاربين إلى حد ما لكن مش متطابقين. يعني تعديل السلوك بالمفهوم بالمصطلح هو غير تحليل السلوك التطبيقي. أهم ما بدني يعني أنتوا كأهالي أو كأسر تعرفوا أنه تعديل السلوك بركز على السلوك، شكل السلوك. يعني تعديل السلوك لما بدي أعدل سلوك أو استراتيجيات تعديل السلوك بتركز على شكل السلوك، إيش محمد بيعمل، في حين أنه تحليل السلوك التطبيقي بيركز على ليش محمد بيعمل اللي بيعمله. فهذا بيركز على الشكل وهذا بيركز على الوظيفة. تعديل السلوك هو المدرسة القديمة اللي كانت زمان، يعني حتى لـ 1968 الاستراتيجيات اللي كانت مستخدمة في تحليل في تعديل السلوكي أو في التدخل السلوكي هي تعديل السلوك مفهومه الاصطلاحي، لأنه كلمة تعديل السلوك كلمة كويسة وإحنا اللي بنعمله بنعدل السلوك، لكن كاصطلاحا تعديل السلوك كان يركز على شكل السلوك، في حين تحليل السلوك التطبيقي بركز على الوظيفة. وهاي نقطة كثير مهمة راح نحاول نوضحها بشكل أوضح. يعني هون مثلا بالسلايد اللي أمامكم تعديل السلوك هو زي وصفات الطبخ، يعني محمد بيعض إيده اعمل كذا بدون ما أشوف مين محمد، أو باجي بشوف سلوك محمد خلاص بيعض إيده اعملوا كذا يا جماعة تنحل المشكلة. زي وصفات الطبخ، يعني ضع زي ما بدك تعمل مثلا سلطة، جيب طماطم وجيب خيار وقطعهم حطهم مع بعض خلاص بصير عندك سلطة، في حين أنه تحليل السلوك التطبيقي بيشتغل على الوظيفة. من اسمه هو تحليل، عبارة عن يعني تتبع، بتشوف شو اللي بيصير قبل السلوك وكيف شكل السلوك وإيش بيصير بعد السلوك، هو عملية تحليل، عملية يعني بين قوسين صح التعبير زي تحقيق. أنت بتحقق في السلوك، بتحاول تعرف ليش السلوك بيصير وما هي الوظيفة اللي بيخدم السلوك. ليش محمد بيركض في الشارع؟ ليش علي بيضرب أخته؟ في حين أنه تعديل السلوك خلص بيوقف أنه علي بيضرب أخته لازم نتدخل، لكن ليش؟ هاي هي الميزة اللي بتميز فيها تحليل السلوك التطبيقي الـ ABA عن تعديل السلوك، إلى جانب الميزات الأخرى لكن أنا مش راح أحكي فيها. يعني أنتم ما بهمكم، أو أنا اللي بهمني اليوم كأسر نعرف أنه السلوك له وظيفة، عشان نعدل السلوك لازم نعرف وظيفته. يعني هذا بمختصر مفيد. أوكي؟ طبعاً السلوك مدام حكينا أنه تحليل السلوك، معلش مقدمته طويلة بس إن شاء الله أنها تكون مفيدة. أنا حاب أنه نأسس يعني مفاتيح للسلوك الفوضوي أو السلوك عدم النظام وسلوكيات الأخرى جميعها، يكون عندنا مفاتيح نحطها في بالنا كأسرة لما يكون في سلوك يواجه طفلي في البيت أو في المدرسة، أفكر بالطريقة هاي إنه السلوك هو يؤدي أو يلبي وظيفة معينة. هاي الوظائف اللي بلبيها كل السلوك البشري من وجهة نظر سلوكية أربع وظائف. الأربع وظائف هي: يا أما الولد بيضرب أخته لأنه بده يهرب من موقف معين، أو بيضرب أخته عشان أبوه ينتبه له اللي هي الوظيفة الثانية الانتباه، أو الوظيفة الثالثة بيضرب أخته عشان هو بده الحاجة المعينة أو اللعبة المعينة اللي في إيدها،
أو بيضرب أخته لأنه في إشي يعني حسيا هو موجوع، مثلا على افتراض موجوع نعسان، في إشي بمزعجه مضايقه ممكن يكون ضرب أخته. نفكر بالأمور بالأربع وظائف هاي عشان تحفظها، ممكن تجمعها بكلمة إيتس اللي هي في أعلى سلايد باللغة الإنجليزية. إي اللي هي الإسكيب، إي أتنشن، تي تانجبل اللي هي الأشياء أو يعني حاجته للحصول على أشياء، والإس اللي هي السنسوري أو اللي بسموه الأوتوماتيك كمان اللي هو يعني حاجة حاجة ذاتية داخلية موجودة عنده كوجع كألم كمثلا يعني راح نشرحها إذا سمح الوقت بشكل أحسن. لكن هاي هي الأربع وظائف للسلوك. أي سلوك بتشوفه سلوك بشري، طبعا من وجهة نظر السلوكية، أي سلوك بشري بيخدم الأربع وظائف هذه، بيخدمها منفرد لحالها أو ممكن يكون سلوك بيخدم أكثر من وظيفة. لكن لأطفالنا عادة بالعادة أطفالنا بيخدم سلوك، بيخدم وظيفة، ممكن يخدم وظيفة واحدة. أنت كأب أو كأم من نظرتك للطفل، من تتبع إيش السياق اللي بيصير فيه السلوك، ممكن تعرف تحدد وظيفة السلوك. هلأ إذا حددنا وظيفة السلوك هي المفتاح لتعديل السلوك أو لإنقاص المشكلة السلوكية اللي تمت. فالأربع وظائف هاي كويس إن تكون في بالكم: إيتس، إسكيب، أتنشن، تانجبل، وسنسوري أو أوتوماتيك. زي ما حكيت معرفة وظيفة السلوك هي أهم خطوة لتعديله أو لتغييره. إذا عرفت ليش محمد بيعمل هيك، ليش محمد بيتصرف بالطريقة هاي، راح أفهم أحاول أعمل تغييرات في البيئة اللي بيصير قبل ما محمد يقوم بالسلوك واللي بيصير بعد ما محمد يقوم بالسلوك، وأوصل لنتيجة إنه أعدل هذا السلوك. الموضوع بهالبساطة يعني إلى حد ما نعم بهاي البساطة. يعني أول لو أنا بشتغل تعديل سلوك بالطريقة التقليدية مثلا، إذا محمد ضرب أخته بصرخ فيه صوت بيهرب وانتهت المشكلة. لكن هيك أنا ما عدلت سلوك أو ما غيرت سلوك. لكن بطريقة التحليل السلوك التطبيقي أنا بقول محمد بيضرب أخته، ليش؟ بلاحظ بشوف هو بيضربها لأنه في بياخذ اللعبة، بتاخذ اللعبة منه، لأنه بشتري لعبتين من نفس النوع ممكن تنتهي المشكلة. هيك أنا حللت سلوك. أو بيضربها عشان أنتبه لما أكون أنا مشغول مثلا في حاجة معينة، محمد بيضرب أخته عشان يلفت، لأنه عارف أنه بابا لما أنا أضرب أختي راح يجي ويعطيني الانتباه اللي أنا بحتاجه واللي أنا بحبه. فمعرفة وظيفة السلوك كثير مهمة. طبعا هون في مثال ممكن نمر عليه بشكل سريع لأنه على أساس الوقت أنه يسمح نقدم يعني أكثر ما يمكن من المحاضرة. مثلا علي بيرفض لبس الحذاء، برميه على الخدامة لما تيجي تلبسه. هاي السلوك بالطريقة التقليدية بتركز على إيش بيعمل، يرمي الحذاء على الخدامة، أبوه بصرخ عليه صوت بيهدده بيوبخه، علي ببطل أو خلص بنعتبر إنه انتهى السلوك. لا، في حين إنه نشوفه من نظرة تحليل السلوك التطبيقي الـ ABA بنفكر ليش علي بيعمل هيك، وبنلاحظ إيش اللي بيصير قبل ما علي يقوم بالسلوك وبعد ما علي يقوم بالسلوك. السيناريو الأول مثلاً الحذاء ضيق، في عنده مشكلة، الحذاء اللي بتلبسه إياه مش مريح، بيرمي الحذاء، الخدامة بتهرب بتروح ما بيلبس الحذاء، تنتهي المشكلة. هذا تحليل. في تحليل آخر مثلا إنه بحب الاهتمام، زي ما حكينا بالمثال الأول إنه هو لما يرمي الحذاء الله يعزكم على اللي بده يلبسه إياه، الأب بيقوم من مكانه بيترك الحاجة المشغول فيها وبيجي عليه بيقول له ليش يا علي وكذا، فبيعطيه الاهتمام. فهذا تحليل سيناريو آخر. لكن شوفوا هون كيف ركزنا على ماذا يفعل علي بالطريقة التقليدية لتغيير السلوك، والطريقة الجديدة الطريقة الـ ABA كيف ركزنا على ليش، نفهم ليش علي بيعمل هيك.
يعني هون ببساطة ممكن إنه نحكي بالطريقة هاي، بنحدد، نشوف السلوك، بنحدده شو الوظيفة من خلال ملاحظة مباشرة كأسر، بنشوف ليش، بنخمن على الأغلب شو وظيفة السلوك، هل هي اسكيب تهرب، هل هي اتنشن انتباه، هل هي تانجبل إنه يحصل على أنشطة أو أشياء، أو هل هي سنسوري أو أوتوماتيك، في إشي داخلي أو معزز داخلي لسبب أو لآخر بيعزز هذا السلوك الغير الصحيح. بنحدد الوظيفة، بعدين بنحدد سلوك بديل. هون بنشتغل على سلوكيات بديلة، يعني نعتبر إنه الوظيفة هي زي، أفكر بوظيفة السلوك زي الأكل، يعني الناس بتاكل عشان هي حاجة أساسية. لو ولد بياكل بطريقة مش صحيحة، هل بحرمه من الأكل ولا بشوف له طريقة ياكل فيها بعلمه الطريقة الصحيحة؟ لا طبعا بعلمه الطريقة الصحيحة. فالسلوك البديل هو زي ما انت بتعلم الولد ياكل بطريقة صحيحة عشان يشبع رغبة الأكل عنده، لكن ما بحرمه من الأكل. هاي الوظيفة موجودة، أنا ما رح أقدر يعني أحرمه منها، لكن رح أقدر أخليه يلبيها بطريقة مقبول اجتماعيا بسلوك صحيح. حدد الوظيفة، بنحدد السلوك البديل، بنعزز السلوك البديل على أساس يزيد، وبنوقف التعزيز اللي هو بين قوسين بنسميه الإطفاء أو الإكستنكشن، بنوقف التعزيز للسلوك غير المناسب. يعني هاي ببساطة، سلوك بديل بنعززه وبنحجب التعزيز عن السلوك غير المناسب. مفترض انه لما نحجب التعزيز عن السلوك غير المناسب انه هذا السلوك يبدأ بالاختفاء. طبعا السلوك الفوضوي الى الان، هاي المقدمة الطويلة شوفوا، يعني بس انا حسيتها مقدمة كثير مهمة، هي مفتاح للسلوك الفوضوي ولا السلوك غير اي سلوك اخر. هل السلوك الفوضوي هو سلوك متكرر بثير الارتباك في البيئة، بتأذى منه الاخرين وبيأثر على المحيط الاجتماعي للفرد، بيضرب، بيهرب، ما بيلتزم بالدور، غرفته مخربطة، بيشيل الاشي من مكانه وما بيرجعه، كل هاي سلوكيات فوضوية او سلوكيات عدم النظام. هاي في مفردات ممكن نستخدمها بحياتنا بتدل على السلوك الفوضوي، بس هاي المصطلحات كلها مش دقيقة. بهمنا لما نعرف، لما بدنا نتدخل سلوكيا نعرف بالضبط ايش بيعمل. يعني انا لما اروح عند، اروح على البيت، زوجتي تقول لي مثلا عبد الله مش مؤدب، شو عمل؟ عمل كذا، ما بيحترم. شو يعني ما بيحترم؟ كلمة ما بيحترم كلمة واسعة، اعطيني بالضبط ايش بيعمل، لازم نحدد. او مثلا الولد عنده بيعمل هيك لانه عنده توحد، هاي علميا من وجهة نظر سلوكية، مجرد انه بيعمل هيك لانه عنده توحد هذا مش تفسير. السلوك الانساني من وجهة نظر سلوكية محكوم بمقدمات تسبق السلوك ولواحق تيجي بعد السلوك. كلمة عنده توحد، هم داون سيندروم هيك بيعملوا بالعادة، هاي كلها الأمور ولو كان ممكن يعني تعول عليها إلى حد بسيط، لكن من وجهة نظر سلوكية مش كفاية. لازم تقول شو اللي بيصير قبل ما محمد بيضرب، وإيش بيصير بعد ما محمد ضرب. كل هاي من وجهة نظر سلوكية. هاي أمثلة على السلوكيات اللي ممكن نحكي عنها. عبد الله برمي الألعاب على أخته، أحمد ببعثر الألعاب في الغرفة، علي برفض لبس الحذاء، نورة تشيل الملابس من الخزانة وبترميها، أحمد بنط طول الوقت، بنط على من كنباية لأخرى، علي لما يروح على الجمعية مثلا بتجاوز الدور. كل هاي سلوكيات خارج النظام أو سلوكيات ممكن نقول عنها فوضوية إلى حد ما. هلا ليش بنعلم الولد النظام؟ زي ما حكينا في المقدمة، النظام إشي مهم في حياتنا، لازم الولد يكون إلى حد ما يتبع نظام عشان يتعلم، يتبع نظام عشان يلعب. الألعاب خاصة الألعاب الجماعية مش عشوائية، فيها نظام، أي لعبة جماعية فيها نظام، أي لاعب جماعي في نظام. الولد لازم يتعلم النظام عشان يتجنب المخاطر، يعرف كيف يقطع الشارع، يعرف انه هاي الإشارة فيها بتدل على خطر، يعرف انه انا بيتي هذا بيتي اللي انا لازم اكون موجود فيه، بيت الجيران مش بيتي، لأن روحتي على بيت الجيران ممكن يسبب لي مشاكل مخاطر.
النظافة الشخصية بتتضمن إنه قبل الأكل بدك تغسل نظام، اغسل إيدك، بعد الأكل بدك تغسل إيدك، بدك تنظف أسنانك. بناء علاقات، لازم تكون منظم على أساس تقدر إنك تتعامل بشكل صحيح وتبني علاقات في مجتمعك. كل هاي الأمور مهمة، عشان هيك نعلم النظام. هلأ من وجهة نظر سلوكية، إذا انتبهتوا للسلايد الموجود أمامنا، ننتبه ل... استاذنا الكرام مايكات عصام، الله يرضى عليكم، تفضل استاذي مايكات. هلا قدامنا السلايدات هاي بتبين، شوفوا الدائرة الصفراء الأولى على اليمين اللي هي ما يحدث قبل السلوك، والسلوك وما يحدث بعد السلوك. هاي المنظومة هاي هي اللي احنا بنشتغل عليها. هلا أنا عشان نعدل السلوك الفوضوي كمثال، أو سلوك عدم الالتزام بالنظام، بدنا نشوف إيش بيصير قبل سلوك عدم النظام وإيش بيصير بعده، ونحلل بالطريقة الـ ABA مش بالطريقة التقليدية نطلع على السلوك بس. هذا هو المفتاح، شوف شو بيصير قبل، شوف شو بيصير بعد، تعرف تعدل السلوك. فأنا هون وطبعا في ملاحظة في آخر في أسفل السلايد إذا بتشوفوها، السلوك الذي يتكرر هو سلوك تم تعزيزه. يعني الطفل إذا مثلا بيشتم، أعرف بيشتم كثير، بتكرر سلوك الشتم عنده، أعرف إنه هذا السلوك تم تعزيزه. تم تعزيزه مش معناه إنه الناس يعني قالوا له شاطر برافو عليك، لا، تم تلبية وظيفة هذا السلوك. يعني الولد لو بيسب عشان انتباه، في حدا انتبه له. لو بيسب عشان يهرب من ما بده يدرس، بسب بيقولوا له خلص روح، اذا تم تعزيزه. فكلمه تعزيز او يعني مش مكافاته بمكافاه ماديه او قالوا له شاطر واحسن، لا، تم تلبيه الوظيفه. الموضوع بالدقه هاي، اي سلوك بيتكرر هو سلوك تم تعزيزه. لو ما عززته انت كشخص، ممكن يكون حدا تاني عززه، لكن هو تم تعزيزه. فبدك تكون منتبه للموضوع هذا. هلا عشان السلوك الفوضوي، خلينا نشوف بشكل سريع ايش التدخلات اللي ممكن نحكي فيها كتعديل لسلوك الفوضوي. مثلا ممكن انه الطفل ما بيعرف، الولد ما بيلتزم بالنظام لانه ما بيعرف. محمد لو سمحت روح رتب سريرك مثلا، او لم الاغراض في غرفتك. هو ما بيعرف، يعني محمد ما بيعرف كيف يرتب سريره، ولا بيعرف، ولا حدا علمه. فهون في مقولة مثلا، إذا قلت للطفل، يعني قلت له 1000 مرة يا محمد روح رتب سريرك، وهو ما رتب سريره، فالمشكلة مش فيه أنا، المشكلة مش في الولد، المشكلة فيه أنا اللي قلت له 1000 مرة وما قمت شفت ساعدته أو علمته كيف رتب سريره. فهاي من الأشياء اللي ممكن لازم ننتبه لها في السلوك النظام، نعلم النظام. ما بعرف يأدي المهمة، أنت كأب قدم، كون نموذج، أو كأم كوني نموذج، أنت وأبوه وأخوانه كونوا نموذج للنظام في البيت. في نظام، كل بيت في نظام نتبعه، وفعلا يكون يعني يكون حاسمين في اتباعه. ممكن النمذجة نقدم له نموذج، نخلي أخوه الكبير المرتبط فيه مثلا يوريه كيف يرتب السرير، أو كيف يلم الأغراض ورجعها مكانها. ممكن المهمات، يعني إذا أنا جيت قلت للولد لم الغرفة، الغرفة فوق تحت، وهو طفل صغير وأتوقع أنه راح يرتب الغرفة، أكيد راح أكون غلطان. اليوم أنا وياه بنجزئ، اليوم أنا وياه بساعده، بقعد أنا وياه بخليه بس يلم مثلا الألعاب، أو بساعده اليوم، بكرة بخلي المهمة أصعب شوي، بعده أو الأسبوع الجاي بخلي المهمة أصعب. هيك أنا بشكل سلوك عنده أنه يكون منظم. لكن المهمات الكبيرة الطفل أكيد راح يفشل فيها. فدائماً كل ما كانت المهمة أصغر، كل ما كان نسبة النجاح أو احتمالية النجاح بتكون أكبر. رقم 3 مثلاً أو رقم 4، منساعد الطفل على أداء المهمات، بس شوفوا باللون الأحمر، منساعد بشكل منظم، لأنه الطفل ما بدنا إياه يظل معتمد على مساعدتنا. يعني أنا بساعد، لكن عيني على أني أبطل أساعد بكرة أو بعد بكرة. هاي طريقة منظمة، يعني أنا اليوم بساعد مساعد كبيرة، بكرة
بساعد اقل، بعده بساعد اقل، بعده بساعد اقل، لما يوصل الطفل لانه يؤدي المهمات باستقلاليه. فالمساعده لازم تكون منظمه، لانه الطفل اذا اعتمد على مساعدتك ما اتقن المهاره، لانه راح يحتاجك دائما تكون معاه طول الوقت. رقم خمسة طبعا بنساعد وبنكافئ. في شيء لازم يعني هو الاي بي اي بيقوم عليه، لازم احكي يعني الفت انتباهكم له، اللي هو التعزيز. التعزيز هو المفتاح. التعزيز اذا انا عرفت محمد ايش بيحب فعلا، عرفت ايش بيحب صحيح، راح اقدر اسيطر على، او مش اسيطر، اتحكم بالموقف كله. لازم الطفل انت كأب او كأم تعرف ايش بحب ابنك وتوفر له اياه، وما تعطيه مجانا، تقدمه بشكل منظم، تقدمه مقابل السلوكيات. الولد بعد فترة راح يعرف انه عشان احصل على هاي الاشياء اللي انا بحبها لازم اسمع كلام الام، نخلي العاطفة شوي قدر الامكان، نحاول احنا كأباء وامهات عاطفتنا عالية، لكن عشان مصلحة الطفل، عشان مستقبله، وعشان نحاول يتجنب المشاكل اللي ممكن يوقع فيها. لسه الشير شغال؟ ايه اوكي. فالمكافأة شيء مهم، لازم انه نعرف نعمل يعني نعرف شو المعززات اللي بحبها. دي اوضه، دي اوضه جالس. سرنا الكرام المايكات، الله يرضى عليك. بس حنعملها ان شاء الله، بس انت اعملي زي ما اقول لك. وهناك يمكن حتلاقوا بتاع سرق. اوكي زي ما حكيت. هلا بشكل سريع بعد اذنك استاذ جمال، تفضل. تفضل. بشكل سريع، المعزز يكون قوي. يعني انا بدي اعلم بنتي ترتب غرفتها، بدي اعرف شو معزز، شو بتحب. هذا المكافأة اللي هي السلاح القوي اللي بيكون معي. يعني لو افترضنا انه تعديل السلوك معركه، سلاح هاي المعركه هو التعزيز، المعزز. اذا انت معك معزز فعلا قوي، بعرف انه بنتي بتحبه ومستعده تعمل اي شيء عشانه، هذا المعزز بقدمه بشكل منظم. بجزئ المهمات، بعطيها مهمات صغيره، شاطره، برافو، على مهمات بسيطه. اليوم مهمات بسيطه وبعززها، وبكره مهمات بسيطه وبعززها، بعدين ببدأ بزيادة المعززات وتقليل مستوى المساعد اللي أنا بقدمها. أستاذ يحيى معلش، إذا تعيد في سؤال، ما هو تعزيز السلوك؟ لأن ما وضحت الصورة. لأن التعزيز التعزيز هو الإشي اللي أنت بتقدمه بعد السلوك. يعني مثلا محمد اليوم أنا وياه بدنا نرتب غرفته، بيجي محمد بيمسك اللعبة الفلانية وبحطها بصندوق الألعاب. برافو، أحسنت، يا سلام عليك. أو الهدية، أو الأكل، أو يروح على المرجحة، أو يركب السيكل. كل هاي معززات، بس هاي تتقدم، المعزز بيتقدم بعد السلوك، بعد ما الولد يعمل السلوك، مش قبل. إلى الناس تستعمل. أوكي، بيتم تقديمها بعد مش قبل. ما بعرف هيك الإجابة واضحة؟ نعم. إيه تفضل أستاذي. هلا من الأشياء اللي ممكن نستفيد منها، مثلا قبل حدوث السلوك، في إشي بيسموه هذا بيستخدموه محللين السلوك أو التدخل السلوكي، طريقة ناجحة جدا مثبتة علميا، بسموها الهاي بي. ما بهمنا نعرف ايش هاي بي بالانجليزي، مش مهم. بالعربي انك تطلب من الطفل، انا بعرف انه محمد ما بحب يلم الالعاب، فانا باجي عليه بطلب منه، شوفوا هون مثلا انا بدي من الطفل يرتب سريره، شوفوا في المثال بالاسفل، باجي بطلب منه مهمة بسيطة انا متأكد انه راح يعملها، بجمع 4-5 مهمات بسيطة متأكد إنه راح يقدر يسويها، بقدمها وبعدين بطلب منه المهمة اللي هو ما بحب يعملها. يعني أنا باجي عليه بقول له محمد حط حذائك في الخزانة مثلا،
هذا وبقول له برافو راح يرد علي، انا عارف انه راح يرد علي، هي مهمه بسيطه وما بمانع يعملها بحبها. حط حذائك في الخزانه، برافو احسنت محمد، افتح الستائر، يا سلام عليك يا بطل. او بعطيه الاشي اللي بحبه مثلا، بعطيه شيبس او قطعه بسكوت او حسب. بعدين علق الثوب في الخزانه، هاي مهمه ثالثه بسيطه هو ما عنده مشكله يعملها. يا سلام عليك برافو علقت الثوب في الخزانه. بعدين حط الملابس في سله الغسيل، برضه راح وحط الملابس في سله الغسيل. شوفوا هون عمل اربع مهمات بسيطه، بعدين برمي له المهمه الصعبه. بيفترضوا السلوكيين انه هاي الطريقه يعني بدام اطاع الاول مره وثاني مره وثالث مره ورابع مره، على الاغلب انه راح يطيع الخامسه. يعني هاي بسموها الزخم السلوكي، انه يعني السلوك بيضل بنفس هذا المسار. فانت ممكن تستخدمها مع ابنك، تطلب منه مهمات، تبدا تطلب من يعني كانك بين قوسين معلش تسحب رجله، يعني تطلب منه يعمل الاشي البسيط وبعدين تطلب منه المهمة اللي هو قادر انه يعملها لكن ما بحب يعملها، بيعاند في عملها. هاي يعني استراتيجية لو كانت مفهومة ان شاء الله هي استراتيجية كثير مهمة ومفيدة ومثبتة علميا. في عندنا مثلا خليني ارجع للسلايد شو. هون مثلا الهاي بي اللي حكينا عنها، ممكن هون مثال يبين لكم اياه. يعني منى وزوجها، منى تطلب من زوجها يصلح الخزانه في المطبخ، هو ما بيرد بالعاده، ما بيرد عليها بيطنش. فهي استخدمت معاه استراتيجيه الهاي بي، قالت له لو سمحت ناولني مثلا اعطيني المعلبات الفلانيه، شكرته ما شاء الله عليك الله يعطيك العافيه. بعدين طلبت منه يرتب بعض الادوات فوق الثلاجه لانه هو اطول منها. بعدين طلبت منه انه يصلح، يعني هي سحبت رجله بالهاي بي، اعطته مهمات على الاغلب انه راح يسويها وبعدين طلبت منه المهمة الصعبة. فهاي مفترض انه راح يؤدي المهمة الصعبة. هلا في عنا شغلة مهمة، معلش انا راح اتجاوز الوقت شوي، يعني معلش راح استاذ جمال تفضل. بالعكس بالعكس، محاضرتك مفيدة وجدا مطلب للأسر، تفضل استاذي. طيب معلش، الله يسعدك ابو فهد. هل السلوك الفوضوي او السلوك الغير صحيح او السلوك المشكل ممكن يكون وسيله للطلب، خاصه يعني وسيله طلب؟ فعلا الولد بيبكي لانه بده شيء بس هو مش انت مش فاهم عليه، خاصه للطلاب اللي غير الناطقين او ما عندهم وسيله تواصل واضحه. يعني الام بالخبره بتعرف انه هو جوعان، بتعرف انه موجوع بالخبره لكن ما بيقدر يعبر. هذا الطفل ممكن يكون السلوك الفوضى وانه يمسك الالعاب ويكسرها، انتم مش فاهمين علي، يعني انا بدي اطلب شيء بس انتم مش قادرين تفهموا ايش اللي انا محتاجه. فالسلوك الفوضوي او السلوك المشكل يعني ممكن يكون وسيله للطلب، هو وسيله خاطئه لكن وسيله طلب، فلازم نلتفت للموضوع. هلا ما بنقدر، احنا قلنا انه السلوك له وظيفه، لازم نلبي هاي الوظيفة لكن نعلم الطفل سلوك بديل يوصل لهاي الوظيفة. ما لكن طيب كيف بدنا نعلمه هذا الطفل؟ يعني هو الولد بيحاول يطلب لكن احنا مش فاهمين عليه. احنا مهمتنا كمدرسين كأخصائيين كأسرة انه ما في ولد يكون بدون وسيلة تعبير. يعني اول شيء بتفكر لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة غير ناطق، أول شيء قبل ما تفكر بأي شيء تدربه هو تعطيه وسيلة تعبير، سواء كانت هاي الوسيلة. إحنا ممكن بيكس، ما بعرف إذا بيكس مألوف لكم كأسرة، اللي هو التواصل بصور، أو ممكن اللغة إشارة، أو ممكن الأجهزة الناطقة والتكنولوجيا. لكن إنه فكرة إنه الطفل متروك بدون وسيلة تعبير، يعني هو بده
يشرب مي ما بيعرف يعبر بيبكي، امه بتعرف انه محمد عطشان وبتروح بتشربه، هاي مشكلة كبيرة. مفروض انه الطفل اول شيء نفكر فيه هو نعلمه وسيلة تواصل يعبر عن نفسه فيها. فاحنا لما نعطيه وسيلة تواصل، يعني تخيل هو بيبكي عشان يشرب او بيبكي عشان يروح على المطعم، لكن لو علمناه يقول كلمة مطعم، او اذا هو غير ناطق علمناه يبادل صورة مطعم او يضغط على الجهاز على صورة مطعم، او يعمل بلغة الاشارة الوصفية يعمل اشارة مطعم، هيك احنا السلوك البكاء والصراخ والعض انتهى بمجرد انه علمناه كيف يعبر. يعني انت عشان تنقص سلوك لازم تعلم سلوك، هاي قاعدة في علم السلوك. ما في سلوك انت بتنزله الا لازم تعلم سلوك بديل. بدك اياه يبطل يعيط او يبطل يبكي، يبطل يضرب راسه في الجدار، يبطل يعض، علمه انه يعبر يطلب بالطريقة الصحيحة. طبعا لاحظوا كل هاي التدخلات اللي بنحكي عنها هي ما قبل السلوك، هاي تدخلات استباقية، تدخلات قبل السلوك، يعني هاي كلها نعمل وقاية ان السلوك يصير. في هون تنظيم البيئة اللي هو الاشي المهم. ممكن في البيئة لازم تكون القواعد واضحة في البيئة، يعني في قواعد في البيئة، مثلا ممكن حتى تحطها كصور للطلاب اللي عندهم، يعني عندهم اللغة مش فعالة. ممكن نحط صور، يعني مع طلاب التوحد، مع طلاب ذوي التوحد بنحط صور على أساس نبين لهم إيش السلوك المطلوب أو إيش اللي جاي بعد هيك. فهاي قواعد اللي هي يعني ممكن نسميها القواعد المنزل. في الصف إحنا بنسميها قوانين الصف، تقعد على الكرسي، تقعد في هدوء، هاي في الصف عندنا. في البيت عندكم ممكن تصور الولد وهو بيلم الألعاب، بيرجع الألعاب على الخزانة، وتلتزم تحط هاي الصورة وتتعامل معها، توضح له أنه الآن أجا وقت ترتيب الألعاب في الخزانة. مثلا جاء ممنوع التسلق، ممنوع الجوال، حسب النظام الآن مش وقت الجوال، مش مسموح الجوال، مسموح من بالفترة مثلا الصباح، بالليل ما في جوال. كل هاي قواعد كويس لو تكون موجودة بشكل بصري، ممكن تلميح بصري، تحط الصور للطفل الغير قارئ ويعرف إيش المطلوب منه. في كمان الغرفة نفسها، يعني غرفة الطفل ليش تكون مليانة فيها ألف شغلة وشغلة؟ يعني عشان يكون، لا، ممكن غرفة الطفل تكون كل ما كانت فاضية أكثر كل ما كان قدرته على تنظيمها أكبر. كل ما كان في أماكن لتخزين الأشياء كل ما كان قدر يرتب أحسن. المفروض أنه يكون في البيت في نظام كمان، في وقت للأكل، وقت للآيباد، وقت للسيكل، وقت لزيارة الناس، وقت للروح على المطعم. كل ما أنت نظمت الحياة عند الطفل كل ما كان هو يعني قابل لأنه تكون حياته منظمة بشكل أفضل. كل ما كان النظام، ما نقول حاسم أو حازم، نقول نظام مش بس موضوع ومنفذ، قدر الإمكان منفذ. الطفل بيتعود عليه، كل ما عمل يخلص بيتعود أنه هذا روتين الحياة عندي. هاي من الأشياء كمان اللي بتسهل عليك كولي أمر أنه يكون الموضوع منظم. في كمان ممكن تصمم له جدول، يعني ممكن زي ما عندنا في الصف جدول رياضة فنية، علاج نطق، علاج طبيعي على افتراض. ممكن في البيت تعمل له جدول وتنظم حياته، انه انت بتصحى من النوم بتروح تفطر، خاصة للطلاب غير الناطقين او اللغة عندهم يعني ما بتقدر تتوسع معاه في اللغة، الصور بتكون كثير مفيدة، او باللغة او جدول مكتوب، لكن حياته تكون منظمة، ما يكون في عشوائية قدر الامكان. طبعا الطفل اللي قدراته محدودة ممكن تبدأ معاه بصورة أو بصورتين وتبدأ بعد فترة تزيد عدد الصور. الطالب اللي بين قوسين يعني بيعاند أو ما بده يمشي على الجدول، ممكن تحط له في جدوله أول أيام بس الأنشطة اللي بحبها، وبعدين تبدأ تدخل الأنشطة الأخرى ضمن الجدول. طبعا التعزيز زي ما حكينا، التعزيز هو مفتاح لتعديل السلوك. كل ما أنت معك معزز
ومعزز فعلا مرغوب من الطفل كل ما انت فعلا يعني رايح ومجهز حالك. لكن لما ما يكون معك تعزيز او يكون تعزيزك مش يعني مش قوي، يعني الطفل ليش بده يغلب حاله ويتعاون معك؟ في مبدا بريمك، هذا من المبادئ اللي ممكن تستخدمها كأسرة بكل بساطة. مبدأ إبريمك يعني إذا شربت الدواء بعطيك الحلاوة، يعني اعمل الإشي اللي ما بتحبه عشان تحصل على الإشي اللي بتحبه. إذا درست الحين بخليك تروح على الحديقة، أوكي، اللي هي now first then، أو هون مثلا بالعربي الآن بترتب سريرك بعدين بتلعب بالسيكل. هذا مبدأ مثبت علميا ممكن تستخدمه، وممكن تستخدم الصور للطلاب زي ما حكيت للطلاب اللي اللغة هو عادة أنت جملك تكون قصيرة قدر الإمكان ما تتوسع إذا كانت قدرات الطفل يعني محدودة لغويا. فبالصورة ممكن أنك تساعده ويفهم بالضبط إيش المطلوب منه. التمارين مهمة. هلا التمارين كتدخل، معلش أنا تجاوزت شوي الوقت، لكن إن شاء الله أنه بنعطيكم فرصة للأسئلة. التمارين يعني أستاذ جمال وصاني قال بدنا نعطيهم فرصة قدر الإمكان للأسئلة، لكن أنا المادة حاسس إنه هاي أشياء مهمة ممكن تكون مفيدة بالنسبة لكم. والله هي مش مادة جدا مفيدة، أنا تخص البكيات بالعكس. هلا في إشي تسلم، في إشي بسموه روتين التمارين. هلا روتين التمارين إنك تعمل للطفل، هذا تدخل سلوكي شامل، يعني كل شو ما كانت أو لمعظم السلوكيات التمارين بتفيد، ابتداء من إيذاء الذات وضرب الذات، السلوك العدواني، سلوك الفوضوي، سلوك التهرب من المهمات، كل هاي السلوكيات ممكن روتين التمارين إنه ينفع. تمارين زي ما أنتم شايفين في الصور، تمارين سواء كانت رياضية أو أنشطة رياضية تتكرر بشكل يومي، يشترط في هاي التمارين إنه الطفل يعني يبذل مجهود، يحمر وجهه، يعني تحس انه بدأ يتعب، مش يعني بنحكي عن فترة ما بين 20 دقيقة لأكثر، مع مراعاة طبعا السلامة والصحة للأطفال اللي عندهم مشكلات صحية. لكن فعلا الولد يبذل مجهود، تشوف وجهه حمر وعرق، هاي بيحكوا انه يعني بدون تفسير بشكل ايش اللي بيصير بالضبط، لكن الولد كل ما عمل تمارين بشكل يومي وصارت جزء من روتينه كل ما سلوكه تحسن، كل ما تركيزه تحسن، لأنه فعلاً هاي الأنشطة بتحتاج لتركيز، يعني فيها بداية وفيها نهاية وفيها تكنيك معين، فبتعلمه يعني النظام إلى حد ما. لكن يشترط زي ما حكينا إنها تكون فعلاً فيها بذل مجهود لا يقل عن ربع ساعة 20 دقيقة على الأقل، وتتكرر بشكل يومي، مش كل أسبوع، لا، اليوم بكرة بعده بعد روتين، جزء من روتين الطفل. طبعا بالنسبة للتمارين ممكن يكون مشترك مع أخوه مثلا يلعبوا مع بعض، يعني أحسن وأحسن. هلا الولد اللي ما بيعرف ما بيحب نستخدم التعزيز، يعني بنعلمه التمرين زي ما بتعلمه أي شيء، بتعلمه يعمل التمرين، اليوم بيبدأ بيعمل دقيقتين بنعززه، بكرة دقيقتين بصير 3 بنعززه بنكافئه، بعد بكرة 3 دقائق بصير 5 بنكافئه، وهكذا لما يوصل للحد اللي احنا بدنا اياه. هلا انا بدي احكي معلش في التعزيز، حكينا عنه، لكن التعزيز مهم انه نعرف انه عفوا التعزيز مهم انه نعرف او ناكد انه التعزيز بعد السلوك مش قبله. اذا انت بتعطي الولد معززه قبل ما يقوم بالسلوك المطلوب هذا مش تعزيز، هاي يعني انجاز التعبير ممكن نسميها رشوه. لكن اذا انت بدك فعلا تكون فيه تعزيز لازم التعزيز يتم تقديمه بعد مش قبل السلوك. خلينا نحكي عن العقاب. العقاب هون المقصود في العقاب أكيد مش العقاب البدني أو الإساءة، هذا كله بنسميه إساءة بالعلم، يعني بعلم السلوك ما في إشي اسمه ضرب، ما في إشي اسمه إساءة، ما في إشي اسمه شتم، ما في إشي اسمه توبيخ
يعني اساءه، كل هاي بسموها اساءه مش عقاب، ما بتدخل تحت العقاب. العقاب اللي بنقصده هو العقاب العلمي المثبت علميا اللي احنا بنستخدمه. العقاب له مزايا وله مساوئ. محللين السلوك بيرغى يعني بيفضلوا استخدام التعزيز الايجابي، وبيعتبروا انه التعزيز الايجابي فعلا ناجح مع كل السلوكيات، لكن في سلوكيات اذا حسيت بالخطر الطفل بيعمل سلوك خطر، يعني بيضرب، يعني في طلاب في اطفال عندهم سلوك إذاء الذات، بيضرب عينه لما تنزف، يعني الولد ممكن يخسر عينه. هذا بدك تشوف شو وظيفه السلوك وتعمل تحليل سلوك، بيكون الولد انتهى طبعا لا، فبتضطر تبدا بالعقاب. يعني العقاب في حالات للسلوك الخطر، للسلوك اللي بيحتاج التدخل السريع، وهو مش خيار اول، يعني هو اخر الدواء، اخر الدواء باستخدام العقاب. ميزاته انه بسرعه، العقاب سريع يعني بيقلل السلوك بسرعه، بس هو ما بيعالج، هو بيغلف السلوك بياخره، او مش بياخره يعني بيكبحه بلحظتها، لكن ما بيعالج. العلاج هو زي ما حكينا، ايش وظيفه السلوك؟ نعطي سلوك بديل، نعزز السلوك البديل، نوقف التعزيز عن السلوك غير البديل. في اسلوبين من العقاب للسلوك الفوضوي، اللي هو التصحيح الزائد. انت رميت اليوم، دخلت المطبخ ورميت الطحين، نزلته على الارض وخربت الدنيا، انت بتنظف المطبخ زي ما كان واحسن، بتكنس الطحين اللي على الارض زي ما كان واحسن، بسموه تصحيح زائد. تكلفة الاستجابة انه يخسر، يعني انا كنت واعده اليوم انه وديه على بيت جده، لكن اليوم غرفته سريره مخربط، ما نظف السرير، ما في نروح على بيت الجد. هاي بسموها تكلفة الاستجابة. هاي المادة اللي انا يعني حبيت اقدمها بشكل سريع، الموضوع واسع لكن حاولت قدر الامكان انه نحكي يعني بعموميات مفيدة للسلوكيات جميعا بشكل عام، وللسلوك الفوضوي وعدم النظام بما يسمح به الوقت. وآسف للإطالة، وأنا حاضر إذا في أسئلة أو في تعليق أو مداخلة. تفضل أستاذ جمال. يعطيك العافية أستاذي، يعطيك العافية أستاذ يحيى، جديد الصراحة، موضوع جدا مهم يخص السلوك، هو السلوك سواء كان سلبي وإيجابي والتدخلات، وهاي يهم كل الأسر طبعا، سواء أسر ذوي الإعاقة وأسر أشخاص طبيعيين. ما قصت يا أستاذ يحيى، هذا المحاضرة حضرات بالعكس أنا جدا مفيدة. أستاذنا الكرام اللي عنده أي سؤال أو تدخل أو وجهة نظر، إحنا حاضرين وما راح يقصر الأستاذ يحيى وياكم إن شاء الله. أي سؤال أو أي تدخل من أستاذنا الكرام تفضلوا. أستاذنا الكرام اللي عنده سؤال، موضوع جدا مهم يخص السلوك، السلوك اللي يحدد تصرفات الشخص سلبي أو إيجابي، هذا جدا مهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية وما قصرت. الله يسلمك. الله يعافيك يا رب. أنا بقول لكم تجربتي مع محمد في بخصوص الإيجابي. الإيجابي أنا نفع معاي لما فعلا مثل ما أنت قلت، إن مثلا عندي أنا تحديات، كانت عندي أكبر تحدي اللي هو عدم يعني أو رفض دخول الحلاق، وكانت بالنسبة لنا يعني تحدي كبير، يعني عرفت إن هو ما يرضى يحلق، بس بمجرد إني أنا عرفت شو اللي هو يحبه من معزز، يعني مثلاً يحب يروح المكتبة، يروح يحب يشتري كتب وكذا، فاشتغلت على هذا الموضوع إني أنا محمد لو أنت رحت الحلاق وحلقت وقعدت بهدوء وما سويت أي مشكلة، راح تحصل على الشيء اللي تحبه وتبيه. وطبعا وعدته ونفذت وعدي، مش انه مجرد يعني طنشت الموضوع، لان لقيته ما شاء الله عليه منتبه حق هذه النقطه. يعني عشان بس انا اقول اوصل حق الاسر انه يعني لا تستهينون بالضبط. في عيالنا ما شاء الله ان هم فعلا مدركين، يعني لا تقول له مش مدرك، هو مو فاهم، لا هو فاهم حق كل كلمه انت بتقولها، ومدرك حق كل يعني خطوه راح تخطيها معاه. فعشان كذا هذا أنفع معاي في الإيجابي، لكن أنا في السلبي ما زلت أعاني معاناة، إنه هو في السلبي العنف طبعاً والضرب، إنه عشان الحصول على شيء أو لفت الانتباه محمد لازم يكسر، لازم يضرب سواء أشخاص، طبعاً نفسه لا، هو مش عدائي على نفسه،
بس على الآخرين. فأنا ما زلت فعلا أعاني من هالنقطة أني أنا محمد رغم أني أنا أعطيك يعني مثلا أوعدك بالمعزز، لو أنت ما كسرت، لو أنت ما ضربت أخوك أو ضربت الشقالة أو ضربت أي أحد، أني أنا رح أوعدك أعطيك مثلا معززك الجوال أو رح أوديك هالمكان أو شيء. فحصلت أن وقت العصبية ما يستجيب لي لأي معزز، وهذا فعلا الشيء التحدي اللي ما زلت أنا أعاني معاه مع محمد. فأنا أبي حل حق هالنقطة هذه، لأن محمد الحين قاعد يكبر وكل ما لا يعني ما نقدر نسيطر على، يعني ما عندنا القدرات ان نسيطر على مثلا قوته وطريقه الضرب بالضبط. هو صح، كل ما كبر بتكون. الله يعافيك. هلا احنا عشان نكون يعني منسجمين مع كلامنا من البدايه، لازم نشوف شو اللي يعني ندرس تحللي انت كأم. العمليه مش سهله لكن مش مستحيله، انك تشوفي محمد امتى بيعصب، امتى بيضرب، شو اللي بيصير بالضبط، ايش الزمان، ايش المكان، ايش الاشياء اللي بتخلي يبدا انه يعني يعصب او يبدا يضرب او يكون مزاجه مش مريح. هاي والله الاشياء صاحبي انا حاولت معاه اعرف شو اللي بالضبط، لكن انا لقيته كانه لفت انتباه، يعني كانه يبي يلفت بالضبط انتباه. اذا لفت انتباه هو المشكله بهاي السلوكيات. اذا ضرب ما بتقدر تتجاهلي، لانه الضرب معناه ممكن يؤذي او ممكن يكون اذا انت متاكده انه هو لفت انتباه صعب التجاهل. هون هاي من الاشياء الصعوبه، يعني السلوكيات اللي التدخل فيها بده حكمه ومتابعه. بتشوفي هلا شو اللي بيسوي الصراع ما بينه وبين اخته، او ما بينه وبين الشخص اللي ممكن انه يضربه، ايش اللي بيشكل الصراع، تحاولي تسحبيه او تغير المكان، تحاولي يعني استباقيا قبل حدوث السلوك اي شيء ممكن يخلي السلوك يحدث تحاولي تخففيه وتنظمي. هلا روتين التمارين جدا مفيد. لو محمد بحب السباحه، بحب السيكل، بحب الركض، بحب يروح مثلا على الجيم، تشوفي يعني اي هاي كثير راح تشوفي فرق، لانه هو الطاقه هاي الموجوده عنده بيبذلها بيتنظم. لكن زي ما حكيت روتين التمارين يوميا لمدة لا تقل عن ثلث ساعة بشكل يومي. طفل أو الشاب يعرق، يبذل مجهود، نفسه يتغير، ممكن أنه أنت تحطيه بعين الاعتبار. لكن ممكن كمان أنت تستشير الأخصائيين موجودين عندنا في المركز يدرسوا بشكل مفصل إيش الموضوع. يعطيك العافية أستاذ يحيى. الله يعافيك يا رب. عافية أم محمد. اللي هي كتبت أصلا في الشات الكلام وقالت، يعني الكلام اللي كتبته قالت الله يعطيها العافية. في أستاذ يحيى نفس الشيء، يعني السؤال في الشات نفس السؤال ورديت عليه اللي نعم. من الأستاذ هدى حالة مشابهة تقريبا، أخوي نفس الشيء يأذي نفسه ويستمر بعض يده. حاولت أدرسه، حاولت معه، وأحيانا أنسحب لأنه أحسه أذى نفسه كثير. أتوقع نعم. الحالة يا أستاذي هلا بالنسبه اذا هو سلوك تهرب من المهمات، يعني هو عنده مهم بتحاول تدرسه، على انا بفترض من بعيد زي ما حكينا احنا تحليل السلوك بدك تشوف وتلاحظ وتعد للعشرة وتعيد وتزيد عشان تعرف بالضبط ايش وظيفه السلوك. لكن تجاوزا ظاهريا انه بده يحاول يتهرب من المهمات. هلا المهمات بسطيها، حاول المهمات تكون قدر الامكان بسيطه، ونشوف شو المعزز اللي بيحبه، عززيه على أقل شيء ممكن يؤديه في البداية، ابدي زيادة المهمات بشكل تدريجي، ساعدي لكن مساعدة منظمة، يعني تساعدي وبكرة تقلل المساعدة وبعد تقلل المساعدة. وأهم من هذا كله إنه المعززك اللي يكون معاك معزز قوي. ممكن تعلميه يطلب استراحة، يعني لو قدرتي تعلميه كيف يطلب استراحة. إذا هو ناطق يقول أنا أبي استراحة، إذا هو غير ناطق تعلميه إنه يعطي صورة أو يعمل إشارة أو يضغط على جهاز حسب قدراته إنه أنا بدي استراحة. فهو بصير بدل ما يعني يضرب أو المهمة خلص أنا بدي استراحة، تفضل طلبت استراحة تفضل استريح. فهاي من التكنيكات اللي ممكن تستخدميها هذا السلوك، إذا فعلاً وظيفة السلوك هو التهرب من الموقف التعليمي أو من إنك تعلمي. الله يعطيك العافية أستاذ يحيى. الله يعافيك. في أسئلة من الأسر ولا نأخذ الأسئلة من الشات؟ إذا أحد من الأسر حاب يتدخل
أو يشارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أستاذ يحيى على المحاضرة القيمة. بس أنا عندي كان استفسار بسيط بالنسبة لإيجاد وسيلة التواصل ما بين الطفل ذوي الإعاقة مع الأهل. أنا ابني عنده أنجلمان سندروم، وكما تعرف إن ما في عنده تواصل باللغة، وكمان عنده تأخر في الذكاء أو تأخر في الفهم والإدراك. فأنت ذكرت عندي عدة وسائل ممكن واحد يعملها كوسيلة تواصل ما بين الأب أو الأم والأهل والطفل المعاق، اللي من ضمنها أن صور أو الآيباد أو أي وسيلة أخرى. فأعتقد هذه الوسائل بالنسبة لابن أحمد صعبة جدا. حاولنا معاه الآيباد، يعني يحاول يخبص فيه بس ما يلتف انتباهه أي حاجة، موضوع الصور نفس الطريقة. فحاليا نحن تقريبا وسيلة التواصل اللي بيننا بينه اللي هي الشد، فربنا بده كوباية مياه، فيروح عند الثلاجة والبراد أو يجيب له كوباية مياه مده لدك، نعرف أنه عطشان بده يشرب، بده فرضنا ياكل او يشرب او ياخذ اي حاجه من الثلاجه، نفس الطريقه يشدك للمطبخ بحيث انك تفتح الباب ويفتح الثلاجه وياخذ. فهل في يعني وسيله معينه اللي عندهم تاخر في الادراك او في الفهم وعدم النطق تكون اسهل بحيث انها تكون وسيله تواصل بيننا وبينه؟ بالضبط. هو هلا بالنسبه للنطق، النطق واحد من الوسائل التواصل. في الصور ممكن، هلا فكره انه احنا حاولنا، كلمة حاولنا لازم نعرف شو حدودها، يعني الموضوع زي النحت في الصخر، يعني الموضوع مش سهل. فأنت إذا بتحاول مثلا أسبوع مش كفاية، وفي تكنيكات تدريب ممكن أنت تشوف، يعني حتى بتقدر تفتح اليوتيوب وتشوف تدريب البيكس مثلا، صور بيكس أو تدريب أو الأجهزة اللي موجودة. مركز شفلح متواجد في ومركز مدى ممكن، ما بعرف إذا لسه بيوفر للأسر أجهزة، لكن التدريب مش مهمة سهلة، بده وقت. يعني حاولنا ولا بدنا نحاول، يعني قدر الإمكان نحاول ونعطي الولد فكر يعني فترته، ونستخدم تكنيكات التدريب المبنية على أسس علمية، ونشوف نشاور أخصائي النطق. والموضوع زي ما حكيت لك مش سهل، لكن وسائل التواصل هي يعني الأربعة اللي أنا ما بعرف إذا الصورة كانت انتبهت لها. أربع النطق، أيوة النطق واحد، لغة الإشارة اثنين، تبادل الصور ثلاثة، والأجهزة الناطقة أربعة. واحد من الأربعة يعني نعم، يعني أعتقد في حالته يعني يمكن الصور يمكن تكون أقرب حاجة لمستوى، هي بدها دراسة. هلا كلها كويسة، ما بتقدر تقول واحدة أحسن من الثانية. أوكي، كل واحدة لها ميزات، كل واحدة لها سلبيات، لكن واحد من النطق خليه على جنب. فواحد من الثلاثة هاي مع أخصائي النطق بالمركز ممكن تتشاور وتشتغلوا مع بعض على أنه تعطيه وسيلة تواصل، لأنه هو فعلا هاي من أهم الأشياء ممكن تقدمها لطفلك. يعني تخيل أنت هو عطشان في البيت بيمسكك بروح على الثلاجة، لكن مثلا لو كان في المول مثلا في الشارع عطشان، يعني أمور بتصير أصعب. فأنت بدك تعلمه فعلا وسيلة تواصل تكون مفهومة مش بس منك ومن والدته، تكون مفهومة من يعني محيط أوسع شوي حواليه. فهاي من يعني وسيلة التواصل، وكلها مهما كانت قدراته راح يلاقي. ومش شرط إنه إحنا مطلوب هون يعبر عن احتياجاته الأساسية، مش إنه يعني يحاور وياخذ يعطي، بس مجرد انه يبادر انه تفهم عليه الاشياء الاساسيه اللي في حياته يقدر يعبر يطلبها ويعبر عنها. شكرا جزيلا لك. يعطيك العافيه استاذ يحيى. الله يعافيك. في سؤال استاذ يحيى معليش من ام اسامه اذا ممكن. تفضل. تقول ابن اسامه 7 سنوات يوميا يحب يجري بسرعه داخل البيت لدرجه سرعه التنفس، يعني يصير عنده سرعه في التنفس ويتعرق. هل يمكن اعتبار هذا روتين رياضي اللي تقصده انت يا استاذي؟ هلا حسب المواصفات اللي حكيناها انه الروتين اليومي بينعاد كل يوم، اوكي، وبيوصل الولد للتعرق. هلا ممكن اعتباره، بس انا بفضل يعني الجري ممكن يكون في مهاره لها بدايه ونهايه، هيك بتنظمي اسامه بشكل افضل.
يعني الجري أوكي كويس، لكن أحسن مثلا لو أسامة بيبدأ بيمسك كرة من سلة وبيركض بيوديها على السلة الثانية، هيك إحنا هو بذل مجهود بنفس الوقت صار في يعني صار في اللعب منطق أو هدف، فهذا أحسن، هذا ممكن ينظمه، ممكن ينظمه لبعدين لأشياء أخرى لما يعني لدراسته مثلا لتعلمه لحياته اليومية، إنه يعرف الأشياء إلها بداية وإلها نهاية، في عندي 5 كور في السلة لازم أخلصهم أو 10 كور لما أخلصهم أمي بتصفق لي وبتعطيني معززي، يعني هو صار في المهمة فيها هدف أكثر، مش بس مجرد الركض رايح جاي، لكن الكويس يعني مناسب إذا هو بيبذل مجهود من وجهة نظر السلوكيين هو كويس، بيساعد على يعني تعديل السلوك وتعديل يعني يجهز الطفل للتعلم بشكل أفضل. يعطيك العافية أستاذ يحيى. وأم أسامة أم أسامة تأكدي كل الملاحظات اللي ذكرتيها إن شاء الله راح نأخذها بعين الاعتبار وتكون في المحاضرات الجاية، لأن أطلبوا تقسيم محاضرة لأكثر من يوم يا أستاذ يحيى باعتبار أن المادة مفيدة فمحتاجينها هذه، فإن شاء الله وطلبوا محاضرة عن الـ ABA هذه من أم أسامة طبعا، فإن شاء الله راح تكون بنأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله في المحاضرات الجاية. في آخر سؤال يا أستاذ الكرام قبل ما نختم، ما عليك هذا من وقتك يا أستاذ أسامة أستاذ يحيى وايد. بالعكس أنا والله حس أنا شوي المحاضرتي يعني طويلة، حاولت أختصرها وبعدين حسيت أنه في أشياء يعني ممكن تكون مهمة إن شاء الله أنه تكون فيها فائدة للأسرة، فشوي طولت شوي عن المعتاد بس يعني بتسامحونا معلش. العيب كانت محاضرة جدا مفيدة يعني جدا حساسة تهم السلوك وهذا ما يهم الأسر بشكل كبير يعني، فإن شاء الله راح تكون في محاضرات جاية نقسم يا أستاذ يحيى هذه المحاضرة بشكل أكبر وعشان تعمل استفادة بشكل أكبر. ننهي الحين إن شاء الله الكرام أول شيء المادة العلمية اللي طلبوها إن شاء الله بعد إذنك يا أستاذي تتوفر لنا كيميل وراح نوفرها للأسر إن شاء الله لنطلبوا المادة العلمية. حاضرين إن شاء الله أنا بوفر لك إياها أستاذ جمال وإنت بتوصلها بطريقتك إن شاء الله، ما تقصر يا أستاذ يحيى ويبشرون أسرنا الكرام. في ختام اليوم ومحاضرتنا اليوم أحب أشكر الأستاذ يحيى، ما قصرت، أبدعت، أجديت، فتنة جميعاً، كانت محاضرة جداً مهمة أسر استفادة وإن شاء الله راح تتجزأ لأن طلبوا لأن هي قالة طويلة ومهمة راح تتجزأ، نحاول نجزأ إن شاء الله في الأيام أو الأسابيع الجاية. شكراً أستاذ الكرام لحضوركم، شكراً أستاذ الكرام لحضوركم، شكر لك موصول يا أستاذي أستاذ يحيى على وقتك. شاكر حضوركم وشاكر تسلم يا أستاذ جمال وبارك الله فيك وشاكر لإتاحة الفرصة إلي ومشكورين الحضور جميعا على حسن استماعهم وتفاعلهم. الله يعطيك الصحة والعافية يا أستاذي، وإن شاء الله استنى انتظاركم يوم الأربعاء مع محاضرة جديدة قسم الدعم الأستاذي، انتظاركم إن شاء الله. فمان الله فمان الله أستاذ يحيى، يعطيك العافية، يعطيكم العافية، شكرا. السلام.